بأي ذنب قتلت؟ حكاية شروق ضحية لقمة العيش في معدية الجيزة. متابعي فيتو في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا كلنا تابعنا الايام اللي فاتت بكل حزن واسى خبر غرق سياره ربع نقل محمله بالعمال، وده اثناء مرورها من معديه خاصه بفرع رشيد على طريق القطا المناشي، وكانت في اتجاهها للبر الثاني بالمنوفيه. قوات الانقاذ النهري كانت نجحت في استخراج 7 جثث من ضحايا الغرق، ولكن كان البحث مازال مستمر عن طفله اسمها شروق بتبلغ من العمر 14 سنة. شروق كانت من ضمن ركاب العربية المحملة بالعمال، وكانت طالعة بتشتغل في مزرعة دواجن بحثا منها عن لقمة العيش، زيها زي كتير من الأطفال اللي بتضطرهم الظروف للعمل بسبب ظروف أسرهم الصعبة. شروق كانت عاملة حالة من الحزن الشديد، وكان في تعاطف كبير معاها بسبب عدم العثور على جثتها لحد من ساعات قليلة. نجحت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثة شروق، يعني فضلت تقريبا 7 أيام في المية. احد افراد الانقاذ النهري قال انه تم التعرف عليها من خلال شعرها، وقال كمان ان الجثه كانت ملامحها مختفيه تماما، وده بسبب انها بقالها كذا يوم في الميه وكان في جزء كبير من الجلد كان في حاله تحلل. شروق طول الفترة اللي فاتت كان في متابعة واهتمام كبير بيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بسبب مأساة قصتها ونهايتها الحزينة وكمان ملامحها البريئة اللي راحت ضحية لقمة العيش وهي طفلة في عمر الظهور. شروق ما كانتش لوحدها اللي رايحة تشتغل وتساعد أهلها في المعيشة، كان معاها زيها أطفال كتير، منهم صاحبة شروق اللي كانت في حالة انهيار تام قدام المعدية وبتبكي وبتقول يا ريتني رحت معاها، ازاي هعيش من غيرها. تفاصيل الحادث بحسب التحريات اللي تمت بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أشارت إلى أن السيارة كانت بتنقل 23 طفل منهم 10 بنات و13 ولد عائدين من مزرعة دواجن كانوا بيشتغلوا فيها لجامع البيض، وأثناء صعود السيارة أعلى المعدية سواق العربية ما قدرش يتحكم كويس في الفرامل وسقطت من الجهة الثانية في المية. الأطفال كانوا من عزبة جمال الفرنساوي بقرية طاليا محافظة المنوفية، ويوميا بيروحوا للمزرعة في السيارة وبترجعهم لبيوتهم مرة تانية. جهات التحقيق قررت حبس مالك معدية القطة في منشأة القناطر بالجيزة وتلات عمال على المعدية وسائق السيارة النقل الغارقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التسبب في وفاة 10 أطفال صغار وبالغين، وكمان إدارة مركب دون ترخيص وتحمير ركاب في سيارة نقل بالمخالفة للقانون. النيابة العامة قالت في بيان حول الحادث إنها تلقت إخطار بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطة بمنشأة القناطر، وكان على متنها 23 عامل ما بينهم أطفال وبالغين، وكانوا في طريق عودتهم من مزرعة بيشتغلوا فيها. وبسبب حاسة شروق وصحابها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإنشاء كوبري بيربط بين منطقة القطة وقرية أشمون. في النهاية ربنا يرحم شروق هي وكل زمايلها اللي ماتوا في الحادث الأليم ويصبر أهلهم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، كنت معاكم هدير رمضان.